نهار جميل ومؤثر ويوم فرح ويوم يعني ايموشن قويه وكنت من يعني انه هاد انني ناخذ الجانب الاحتفالي وناخذ الجانب نتاع الفرح اللي كاين، ولكن كذلك نبقى في واحد التفكير انه كذلك مسؤوليه وانه كذلك الانسان خصو يعني يشتغل اكثر ويحاول يدفع الاشتغال ديالو اكثر فاكثر فاكثر. وبصراحة أنا هذا حب متبادل بيني وبينهم. بصراحة أنا عزاز عليا وأنا عزيز عليهم وكنشتغلوا مزيان وكيكون بيناتنا واحد كثير ديال الصداقة تقريبا، وهاد الصداقة هي كاينة اليوم. المهرجان عام على عام كيجيب فنانة كبار وتجارب جديدة، واليوم هو بالنسبة لي أنا حفل وعرس ديال تكريم ديال المخرج فوزي مسعيدي اللي اشتغلت معاه في السينما وفي المسرح، واللي كان فتخر انني خدمت معاه واي فنان، لانه كيعطيك المساحه انك تشتغل وكيخرج منك اي حاجه عندك، فهو فخر لنا كممثلين وفخر للمغاربه كلهم. واش غادي نشوفوا محسن مالزي في رمضان هذه السنه؟ بصراحه لحد الساعه مازال ما كاين حتى شي حاجه في يعني في الواجهه، ولكن كاين فيلم اللي يلاه ساليت من التصوير ديالو تاكسي بيض، لا دوزيام بارتي ديال تاكسي بيض اللي هي الكونفوا ديال المنصف مالزي، اللي ان شاء الله كنتمنى فيه بزاف ديال الممثلين اللي في المستوى. فيلم كوميدي اللي كنتمنى انه ينال الاعجاب ديال المغاربه. شكون هما؟ صراحة هذا مهرجان ديال الممثلين وديال المخرجين، ف كنظن ان اللجنه المنظمه هي ادرى يعني بالاحداث وبالشخصيات اللي خصها تدوز في المهرجان. محسن تكلمني على هذا اللوك ديالك الجديد. اللوك المهم انا كيعجبني الكحل بزاف، كنحس به بالراحه بالتواضع بالظل، ف فوالا كان الكحل شي حاجه اللي بالنسبه لي معبره بزاف وبحال عميقه شويه الا بغينا نقولوا. لا ماشي عميقه.